السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا وصفه ديال لي شوسون اللي غيكونوا معمرين بالكفته. غادي نعطيكم سواء الطريقه ديال العجينه ولا وكذلك الطريقه ديال الحشوه، وغادي مرات اخرى ان شاء الله غادي نشوفوا عجينه باشكال اخرى وكذلك الحشوه غتكون مختلفه ان شاء الله. غادي نبداو بالعجينه. غادي نحتاجوا 330 غرام ديال الدقيق اولا 3 ديال السليفات ديال الدقيق الا كنتو كتحسبوه بالسلافه، نص معلقه صغيره ديال الملحه، بيضه، واحد 165 غرام ديال الزبده مقطعه كطريفات على هذا الشكل بحال اللي كتشوفوا، ماشي الطريفات صغار بزاف، متوسطين، تكون بارده نجبدوها من الثلاجه، بيضه وواحد 4 ديال المعالق كبار ديال الماء يكون بارد، 3 حتى 4 على حسب. هذه بالنسبه للعجينه، شفتوا المكونات ديالها ساهلين. دابا بالنسبه للحشوه غادي نحتاج زيت الزيتون مخلطه مع زيت المائده اللي غنشحر فيها، واحد البصله، جوج ديال الثومات، واحد 300 غرام ديال اللحم المفروم ولا الكفته، وغادي نحتاج شويه ديال الزبيب ماشي بزاف، واحد 3 د المعالق كبار تقريبا، واحد 50 غرام بحال هكاك. وغادي نحتاج بالنسبه للتوابل الملحه، شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، شويه ديال البصل، وشويه ديال الاوريغانو ولا الزعتر اليابس. وغادي نحتاج كذلك المعدنوس، واحد الورقه المعدنوس اللي غنقطعو من بعد قطع صغيره. بحال شفتوا عجينه سهله والحشوه ما معقداش بزاف. دابا غادي ندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. اول حاجه غادي نبداو بها هي بطبيعه الحال العجينه اللي غنخليوها من بعد ترتاح في الثلاجه. غادي ندير في اي محضرات طعام اولا اللي كنفرموا بها الحوايج بحال على هذا الشكل، هذه غنديروا فيها الدقيق، غادي نزيد نص معلقه ديال الملحه وغادي نكسي على هاد الطريقه هذه كنديرها بحال الا غربت الدقيق. دابا غادي نزيد دوك الطريفات ديال الزبده اللي هما قطعتهم وكيكونوا باردين من الثلاجه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش المحضرات الطعام ولا ما عندهم حتى شي حاجه فاش يطحنوا، يقدروا يديروها باليد، يشدوا الزبده يديروها شويه في المجمد حتى تولي بارده مزيان ويشدوها، بعد ما داروا الدقيق مع الملح يشدوها وتكون متلجه مزيان ويحكوها. بهذه الطريقه هذه غتسهل عليهم شويه الماموريه. دابا غنخلط ومن بعد غادي نزيد البيض وداك شويه ديال الماء، غادي نجمع دابا البيضه وكذلك بداك الماء البارد اللي عندي، نزيد الماء واحد المعالق ديال الماء 4 تقريبا، عيني ميزاني وانا كنطحن وانا كنزيد. من بعد ما تجمعتنا ديك العجينه مزيان انا اضطريت نزيد لها واحد المعلقه كبيره ديال الماء، كنحاولوا نشكلوها على شكل كره بحال هكا اون بول. غادي نجيب واحد بلاستيك الغذائي وغادي نغطيها نخليها ترتاح في الثلاجه واحد 15 دقيقه حتى 30 دقيقه على بيت ما نصاوب الحشوه. من بعد ما خلينا داك العجينه ديالنا كترتاح في الثلاجه غادي ندوزو للحشوه. اول حاجه غندير هذاك الزبيب ما بعد ما غسلته ونقيته وغسلته، غادي نخليه واحد 10 دقائق في شويه ديال الماء دافي باش كيرطب الزبيب. هو خليته كيرطب شويه في داك الماء. عندي واحد المقلة فيها الزيت كيسخن، فيها غادي نشحر البصله من بعد ما طريت الحق شرتها وغسلتها، والثومه كذلك. البصله والثومه هما بحال اللي كتشوفوا قطعناهم، الزيت هي سخنات في المقلة، غادي نشحر هاد العناصر بجوج تيولي اللون ديالهم ذهبي شويه. من بعد ما تشحرات هذيك البصله مع الثومه، الثومه بديتو كتشوفو بدات كتحمر شي شويه، غير شويه ماشي بزاف. دابا غادي نزيدو لها داك اللحم المفروم او الكفته وغادي نبقاو كنحركو واحد المده تقريبا ديال 5 دقائق. دابا غادي نزيدو لها داك التوابل، عندي الملحه، البزار الاسود، شويه الكمون، شويه التحميره وشويه ديال الزعتر، غادي نديرهم كاملين وغادي نحركو مقصود فيا النار باش ما يتحرقوش التوابل وتستمر التحريك. دابا داك الزبيب اللي خليناه شويه ديك 10 دقائق في الماء دافي كنصفيوه وكنضيفوه على هذا الخليط،
حنا زولنا ديك الكفته اللي مع البصله والزبيب زولناهم فوق النار. دابا جا الوقت اللي غادي نزيدو داك المعدنوس اللي بطبيعه الحال منقيو ومغسول ومنشف قطعناه بحال هكا. دابا هاد الحشوه غادي نخليها نحيدها من فوق هاد المقله وغنخليها تبرد تماما قبل ما نعمر بها لي شوسون ديالي. العجينه ديالنا ديال لي شوسون ها هي جبدناها من الثلاجه بعد ما بردات. دابا غادي نسرحها. من الافضل نديرو شي بلاستيك او لا شي كيس ديال اللي كندخلو المجمد نطلقوه نحلوه بحال هكا نديرو فوق منه واحد اخر غير باش كنسهلو علينا الماموريه. ما بغيناش نديرو فوق سطح العمل نرشوه بالدقيق ونبداو كن بالتلاك نبداو كنسرحو حتى تولينا رقيقه بالمساعده ديال هاد البلاستيك راه ما كيتلصق لنا ما والو. الا ما كانش خاصكم بطبيعه الحال ديروا تبقاو ترشوها بالدقيق. دابا غادي نديرو دوائر اما على هاد الشكل هذا شويه كبيره اولا هادو صغار على حسب الذوق غنقطعو بحال هكا. ها هي الدائره يمكن لنا بحال اللي كنا نديروها صغيره ونحتفظوا بهم نديرو وحده فوق هاد الورق بحال ديال السوده نخليهم ومن بعد غادي نبداو نديرو في عمليه الحشو. هي طلقنا العجينه ديالنا كامله قطعناها على شكل دوائر. داك العجينه من كنبداو نقطعوا اللي كتشاطنا كنجمعوها كنردوها كره عاود كنعاودو نسرحوها وكنعاودو نقطعو بحال اللي كتشوفوا دوائر نحاولوا نديروها بنفس الحجم. ها نتوما كيفاش كتكون ها هو السمك ديالها صافي. دابا غادي ندوزو باش نعمروها. ها هي الحشوه ديالنا بردات مزيان دابا غادي نعمرو. غادي نشد واحد الدائره من هذوك الدوائر ديال العجينه ديالي غادي ندير فيها تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الحشوه تقريبا نتوما شوفوا عينكم ميزانكم. من بعد غادي نفسك يدي بواحد شويه ديال الماء ندير واحد السلافه فيها الماء نفسكها يعني نفسك صباعي بشويه ديال الماء. دابا غادي نبدا نسد على هذا الشكل هذا. دابا اما كنشد الفرشيطه وكنتك هاد ومزيان باش ما تحليش من كطيب واما غير بيديا على هذا الشكل هذا غندير بحال هكا باش كنسدها. ها هي ولات لي على هذا الشكل ومن بعد غادي نديرها فواحد فوق من الصافي هذا الفرن اللي مغطيه بالورق السوداء. هما لي شوسون ديالي واجدين درتهم فوق الصفيحه ديال الفرن بحال اللي شفتو مغطيه بورق سودا. دابا غادي نشد واحد البيضه مطربه وغادي ندهنهم مزيان غادي نطيبهم في الفران مسخن على درجه حراره 170 حتى 180 درجه حتى نشوفهم خداو واحد اللون تحمروا واحد 15 حتى 20 دقيقه تقريبا ونخرجهم ونقدموهم يكونوا سخونين. الا بغيتو ديروا كميه اكثر يمكن لكم ديروا وتحتفظوا بهم في المجمد وتخرجوهم الساعه اللي بغيتو زعما تاكلوهم تجبدوهم تخليهم يديكونجيلاو شويه وديروهم في الفران صافي. هذه هي الوصفه ديال اليوم لي شوسون بالكفته والزبيب والعجينه هانتوما شفتوا ساهله. مره اخرى ان شاء الله غادي نشوفوا طريقه ديال عجينه اخرى وكذلك حشوه واحده اخرى. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا اعجاب بالفيديو كذلك تشتركوا في القناه. شكرا لكم بزاف والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.